مش عارفة. معلش يا إيمان، أنا راجل مش صغير في السن، أوكي، مريت بتجارب كتيرة جدا في حياتي وقابلت ناس كتيرة جدا في حياتي. هتعملي بي إيه؟ ما أنا مش عارفة بكلمك، أنا مش عارفة. لا يا إيمان، وكمان قال لي إحنا نتجوز عرفي ومحدش يعرف كمان في السر وعرفي. ليه هو أنت شمال؟ لا، وقال لي بقى ايه، مامتك وبابوكي بس اللي يعرفوا، وانا مش هينفع اجيب شهود عشان انت عارفه مكانتي. فجيبوا انتوا الشهود. لا طب ايه العقد هيبقى بدون شهود، الوالي فقط اللي هي شهود الجواز السري، ورحنا دار الافتاء وادونا فتوى بانه يجوز في حالته هو. والله في حالته هو، لان هو حد معروف، مش عايز حد يمسك عليه حاجه. طب ما انا معروف وبخرج في كل حته وبشهيص وبعيش وبستمتع وبرقص وبغني وبعمل كل حاجه. لا هو مش هينفع، هو راجل سياسي. اخلعي يا ايمان، اخلعي. الخصها لك. ايوه. طيب بصي بقى معايا، مبدئيا انا اكبر منك ب 25 سنه. نمره 2، حتى اسمعيني كويس بقى ايه وركزي معايا في الكلمتين اللي هقولهم لك دول. نمرة 2، حالته الصحية لا تسمح بالارتباط. نمرة 3، كذاب. نمرة 4، مهيصجي وعايش ويمين وشمال وعايش حياته زي ما هو عايز. نمرة 5، عايز يتجوزك في السر عشان محدش يعرف، حتى الشهود، حتى انه خدك دار الافتة بيسأل على الجواز السري. ليه؟ هو انت معيوبة؟ ليه انت ناقصة؟ ده بياخد ست عندها 41 سنة، أوكي، ست في منتهى الأنوثة والجمال. طيب هو لو عايز واحدة بالمواصفات دي، طب ما يصاحب واحدة ويأجر لها شقة وياخدها في أي حتة. ليه بقى يتجوز؟ ولاك منه هو مش عايز يعمل حاجة في الحرام يقولك لا أعملها في الحلال؟ هل أنا بروح أجيب رخصة بورق عرفي علشان أبقى ما بغضبش ربنا؟ هو احنا هنضحك على ربنا؟ هو ربنا مش قال ان الجواز ده فيه اشهار وفيه شهود يعني فيه ايه؟ طيب مش فيه انساب؟ افرضي جالك منه ولد، هتبقي ايه؟ ليه يا بنت الناس؟ ناقصك ايه؟ انت بس متعلقه بيه بقالك فتره معاه، وساعات لما بنتعلق بحاجه بنقول لو الحاجه دي مشيت مش هلاقي تاني. يفوز بالملذات كل مغامر. انا رايي حتى لو قعدتي تربي اولادك من غير اي ارتباط ومن غير اي زواج، هيكون اكرم لك واحسن لك 100 مره من الرابطه السودة دي. انت بلسانك قلتي ده منيل بنيل، بس مش هقول لك اكتر من كده.